خلاف وهوة عميقة بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بوليسي تكشف خلال كلمة الرئيس عن حالة الاتحاد، حيث امتنع ترامب عن مصافحة بوليسي في بداية الأمر ومزقت هي بعد انتهاء خطابه نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه. تعمدت بوليسي خلال إلقاء الرئيس ترامب خطابه عدم النظر إليه وأبدت امتعاضها من بعض النقاط التي وردت فيه، وتعد من أشد المعارضين لسياساته والشخصية الرئيسة في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ترامب بوليسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل 4 أشهر. ورغم أن بوليسي لم تتحدث إلى ترامب منذ اجتماعهما الأخير، بدا عليها أنها بوغتت وتجنبت قول العبارات المعتاد أن يستخدمها رئيس المجلس لدى تقديم رئيس البلاد إلى الكونغرس، مثل يسعدني ويشرفني أن أقدم إليكم، واكتفت بالقول أعضاء الكونغرس إليكم رئيس الولايات المتحدة. ويشير التوتر القائم إلى استبعاد توقع تقدم تشريعي يذكر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 9 أشهر. وعززت قضية المساءلة من المشاعر غير الودية القائمة بين ترامب وبوليسي طيلة فترة رئاسته. وفي كانون الأول الماضي صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح عزل ترامب على خلفية ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ومن المتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون من اتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. يأتي هذا الموقف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغريمته بوليسي التي تقود الجهود الهادفة إلى عزله بعد عام من مشهد تصفيقها الاستعراضي له خلال خطاب مماثل.